لا يا تاني محطة، أنا لليوم مع الصحة، ومثل ما بنعرف الشغل الشاغل للناس فيروس كورونا المستجد وأبحاثه والدراسات يلي شغلت العالم عنه للوصول لحل أو لتحديد وصف واضح بالتعامل، وبس كل يوم نكتشف معلومة جديدة عنه. تماما سمار، يعني الله يبعد الكورونا عن الكل، وخاصة هلأ بالمدارس وبعجقة المواصلات أيضا يلي عم تصير دراسات كثيرة حول فيروس كورونا المستجد، دراسات كل يوم عم تطلع، عم نشوفها شائعات وفي منها يمكن أمور صحيحة. رح نحكي أكثر عن آخر الدراسات الصحيحة بعيدا عن الشائعات اللي بتخص فيروس كورونا المستجد مع الدكتور حسام بردان، رئيس قسم الصدرية في مشفى المواساة وأستاذ في كلية الطب. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم، أهلا أهلا وسهلا فيك. فيكم، مرحبا، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، يسعد أهلا وسهلا صباحك، أهلا فيك. وسهلا، مرحبا. بالبداية، منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه بأوروبا في موجة تانية لفيروس كورونا بشهر 10 أو شهر 11، خلينا نحكي هل نحن عنا حنواجه موجة تانية لفيروس كورونا ولا لا؟ هلا مثل ما عم نشوف نحن من اعتبارا من الشهر الخامس او السادس بلشت فعلا منظمه الصحه العالميه اطلقت انه ممكن يصير في عنا هجمات متتاليه باوروبا. بنذكر انه كان بحوالي بالشهر الخامس او الرابع حتى كان في عندهم ذروه كبيره بحدوث المرض، ودول اوروبيه كبيره صار فيها الاف ومئات الالاف من الحالات. هلا منظمه الصحه العالميه بلشت من عده ايام عم يشهدوا الدول تزايد بالحالات، وانا حاحكي بشكل اساسي هلا عن التصريح اللي أدوا منظمة الصحة العالمية ممثلهم في أوروبا، أنه حذر أنه خلال شهر 10 و11 في تزايد وقد يحدث ذروة ثانية بحدوث المرض. هلأ مع الأسف خلال الأيام الأخيرة الماضية، خلال خلينا نقول الأسبوع الأخير تحديدا، سجلت أوروبا حوالي 500 ألف حالة يوميا. هلا مثلا اذا بنرجع للدول الاساسيه اللي عم ينحكى بتزايد الحالات فيها، دول مثل فرنسا مثلا، امبارح سجلت فرنسا حوالي 10,000 حاله، وهذا الرقم يبدو لهم عده اشهر ما وصلوا لهذا الرقم. اسبانيا سجلوا 11,000 حاله كمان امبارح، بريطانيا 3,500 حاله، في ارقام متزايده عم ينحكى عنها بهالايام. اسبانيا قبل امبارح كمان سجلوا ما يقارب 300 وفاة، وعم يقولوا انه هذا الرقم من عدة اشهر ما شافوه، ما يعني انه نحن خلينا نقول خلال من اول شهر ايلول الحالة باوروبا بلشت الحالات تزداد. هلا اذا بدنا نسقط كمان هذا الشيء على الدول الاخرى، كمان فينا نشوف بالدول المجاورة اللي حوالينا كمان في عنا تزايد بعدد الحالات، مثل مثلا بالأردن سمعنا خلال كمان الأسبوع الماضي كمان تزايدت عدد الحالات، بعد ما كان عم يسجلوا 4 أو 5 حالات يوميا بلشوا يسجلوا حوالي 200 حالة، وكانوا عم يحكوا بقرار حول أنه إمكانية توقيف المدارس أو خلال الأسبوع الماضي. كمان في دول مثل مصر، في دول مثل الخليج عم تشاهد تزايد بالحالات. من المعروف دائما نحن أنه خلال شهر يعني التبدل الخريفي بتزداد الفيروسات مع تبدل الجو، مع افتتاح المدارس، مع توضع الأشخاص ضمن غرف مغلقة تجمعهم، أنه بتزداد هذا الشيء. إلا أنه هذا الشيء بلشنا عم نلمسه، أنه هلأ تزايد الحالات في أوروبا، هذا التحذير، الخوف من أنه تحدث الموجة من شهر 10 أو بشهر 10 أو 11، عم يطلقوا هاي التحذيرات لحتى نكون نحن متحفزين، تكون المشافي على أهبة استعداد. إن شاء الله بنتمنى ما يصير هذا الشيء. هلأ إذا بدنا نحكي على الواقع ضمن عنا، نحن خلال الأسابيع الماضية، خلينا نقول 3 أو 4 أسابيع الأخيرة، الحمد لله كان عنا في تناقص بعدد الحالات. نحن الذروة عنا إجت متأخرة عن أوروبا، يعني الأوروبا شهدت الذروة تبعها بشهر 4 أو 5، نحن كان عنا ذروة حدوث المرض خلال شهر 7 أو 8، فنحن كان عم يصير في عنا تأخر بحدوث الذروة. نحن نتأمل أنه ما يصير في عنا ضمن سوريا إن شاء الله ذروة، ما يصير في عنا عود انتشار، إلا أنه نحن حنستمر بالحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وطبعا دائما مراقبة الحالة العالمية. يعني هلأ نحن الحالة العالمية مبارح وصلنا لرقم 30 مليون إصابة بالعالم من خلال 8 شهور الأخيرة، عم نحكي بأرقام صارت كثير أرقام كبيرة، لامسنا المليون وفاة، يعني 990 ألف يمكن صار ضمن العالم. هذا الشيء ليس هو نوع من التشاؤم، إنه نحن نتم حذرين، صح الحالات الحمد لله عنا أقل، صح ما في انتشار كبير، إلى أنه نتم عم نتخذ كامل إجراءاتنا الوقائية بالمدارس، بالجامعات، بأي مكان فيه تجمعات، في وسائل النقل. تمام، يعني نحن
يعني بنتمنى انه يطلع لقاح او يطلع اي شيء جديد ببلدنا، ولكن دائما نقول دراسات جديده دائما عم تظهر على الساحه بما يخص الكورونا، لانه بنرجع بنقول هو فيروس مستجد. ولكن دكتور، ذكرت من شوي حضرتك تبدل الطقس، وهلا بالخريف بتزيد حالات الجريب، بتزيد حالات الرشح. صحيح. بالبدايه اولا كيف فينا نحن نميز بين انفلونزا وبين كورونا؟ ثانيا كثير بنشوف نحن ناخذ لقاح بخص الجريب، وخاصه للاطفال باول تشرين بناخده، والمضادات فينا ناخذها ولا لا، والفيتامينز نضل مستمرين فيها ولا في شيء بضر يعني على مدى اشهر طويله؟ الدي، الزنك، السي، هدول بضروا ولا لا؟ تمام. هلا نحن بالنسبه لموضوع الانفلونزا والكورونا، بصراحه الاعراض طيف الاعراض كثير متشابه. هلا خلال فصل الصيف، خلال شهر 7 و8 عادة ما بيكون الانفلونزا، الانفلونزا هو فيروس موسمي بيظهر مع بداية فصل الخريف، فكنا نقول بشهر 7 و8 انه معظم الاعراض اللي كانت عم تجينا هي فيروس كورونا، لانه ما كان بهذاك الوقت انفلونزا. هلا صراحة حيصير في عنا شوية تداخل بين المرضين خلال شهر 9 و10، لانه بدها تبلش الانفلونزا، والانفلونزا هي في منها عدة زراري، في زراري مرقت علينا بالسنوات الماضية، وعادة كل سنة الانفلونزا بتعمل مثل انحراف بسيط بشكلها وبتعمل تغير، فمشان هيك بنشوف بكل سنة بشهر 9 10 11 بنلاقي تبدل. ما فينا نميز بصراحة بشكل قاطع، بدنا نتعامل مع كل الانتانات التنفسية بشكل واحد. أي شخص عم يعاني من انتان تنفسي، عنده حرارة، عنده سيلان بالأنف، عنده ألم بالبلعوم، عنده ضيق بالتنفس، نتعامل معهم بنفس الطريقة إذا هو كان كورونا فيروس أو إذا كان إنفلونزا أو حتى أنواع من أنواع الفيروسات الرشح العادية. كل الأعراض متشابهة، طيف الأعراض كتير متشابه. هلأ منجي لموضوع أنه نحن لازم نأخذ دائما فيتامينز لهذا الشيء. هلأ ما عندنا دراسات بتقول أنه إذا نحن أخذنا فيتامين سي او زنك انه نحن ما رح نصاب بفيروس كورونا، ودائما الاجراءات هي متبعه بتزيد المناعه الوقائي. هلا الى حد ما، هلا انه نحن ناخذها بشكل وقائي ما في بصراحه دراسات مؤكده انه نحن ناخذها بشكل واقي. بننصح انه واحد يكون عم يمارس رياضه، عم يتعرض للشمس، اذا عنده نقص بالفيتامين دي يعوضه، اما نحن ناخذ فيتامين لا. بس اذا الشخص، هلا الدراسات بتقول انه اذا الشخص صار عنده اصابه فيروسيه بفيروس الكورونا مثلا، فاحد البروتوكولات العلاجيه بتقول انه نحن ممكن 7 الى 10 ايام ناخذ الزنك مع الفيتامين سي، ممكن ناخذ فيتامين دي اذا كان في عندنا نقص. اذا كان في نقص، وكثير من الاشخاص هن هلا معنهم قدرانين يعملوا تحاليل لحتى يعرفوا إذا معهم نقص فيتامين دال ولا معهم نقص بأي فيتامين بجسمهم، وهذا الشيء يمكن بيقلل من مناعتهم. السؤال إنه نحن مثلاً صرنا تقريباً من الشهر الرابع لحد اليوم عم ناخد كل يوم عمدى أيام هاي الفيتامينات الكتيرة، هل هالشي بيأثر بطريق يعني بيتأثر سلباً على جسمنا؟ هل الزنك إذا معنا قدرانين نعمل تحاليل ونشوف إذا عنا نقص؟ تمام. هل الزنك استخدامه كمان مزعج بصراحة، له بعض التأثيرات الهضمية، وحتى كتر الزنك كمان في له بعض المشاكل، فنحن ما بننصح انه يتاخذ الزنك بشكل كامل. هلا فيتامين سي هو نوعا ما اسلم من غيره اذا الواحد اخذه. الفيتامين دي كمان الكترة تبعه كمان يطول الواحد بفرط الفيتامين دي، فنحن لازم ننصح انه واحد ياخذ فيتامين دي، يمكن ياخذ جرعات وقائية مثلا 10,000 وحدة مثلا اسبوعيا، حبة تتاخذ كل اسبوع. وحتكون دكتور وقائية من فيروس كورونا برأيك؟ هي مو مشان فيروس كورونا بالتحديد، هي مشان بصراحة انه من المعروف انه الاشخاص اللي عندهم نقص بالفيتامين دي بيكونوا معرضين اكثر من غيرهم للانتانات بشكل عام ولكورونا بشكل خاص. تمام. فنحن اذا كنا عم نعوض هذا الشيء مثلا بشكل جرعات اسبوعية، اذا ما كنا قدرانين نعمل تحليل، بس ما نكتر بشكل بالكمية، لانه كمان في مبالغة صار اذا بدنا نحكي. يعني احنا فعلا شفنا اشخاص لهم اشهر عم ياخذوا زنك وعم ياخذوا فيتامين سي بشكل يومي ومن غير استشارة طبيب ومن غير تحاليل. هذا الشيء بصراحة في مبالغة، يمكن لدرجة انه صار واحد هلا اذا بده فعلا صارت بحاجة الفيتامين بيروح على الصيدلية، ما عاد الآن لأنه من كثر ما عم يصير في طلب متزايد، يعني صار الشخص اللي هو بحاجته ما عاد سعره غلي وما بقى له. تمام. فنحن ناخده بالوقت الإصابة، ما في مانع إذا شخص صار عنده إصابة ياخده أسبوع 10 أيام، أما أنه ناخد نبالغ بهالفترات الطويلة، يحاول يشتغل على رياضته، يشتغل على التعرض للشمس، على تحسين الحالة النفسية له، يمكن هذا كثير أحسن من الفيتامين. أكيد دكتور. خلينا نحكي عن دراسات كثير مثل ما حكينا كل يوم عم تطلع،
دراسة بتقول استخدام الكمامة تأثيرها بيشبه تأثير اللقاح. خلينا نحكي ونشرح الموضوع بشكل أكبر، وكمان نحكي عن البلازما اللي عم ياخذوه من دم المتعافين من فيروس كورونا، كمان شو تأثيره وشو الدراسة الحديثة عنه. تمام، هلا إذا بدنا نحكي نحن أي وباء بالعالم بشكل عام، إذا بدنا نرجع للتاريخ من زمان بنشوف إنه الأوبئة معظمها عم تنتهي اللي شفناها عن طريق اكتشاف لقاحات لهذا الشيء، مثل ما صار من زمان بالجدري بشلل الأطفال. فهي الفيروسات لحتى تم القضاء عليها بشكل كامل كان لابد من اكتشاف اللقاح. الفكرة اللي تم طرحها من حوالي 8 أيام بالتحديد بأحد المجلات الدورية الهامة تعتبر بالعالم، اسمها New England Journal of Medicine، هي مجلة تطالع أبحاث حديثة. فالخميس الماضي كان في بحث فعلا يبدو أنه له أهمية، قال نحن من بين ما أنه يتم توافر اللقاح، من بين ما يتم اكتشاف اللقاح وتسويقه، وهذا الشيء يمكن يأخذ عنا عدة أشهر، هل يا ترى نحن خلال عدة أشهر نحن لازم ما نساوي شيء؟ لا، قال نحن في عنا طريقة أنه ممكن نستخدم الكمامة. الكمامة شو تأثيرها من هالناحية كلقاح؟ شو تشبه اللقاح؟ طبعا ما في تشابه، بس هي الفكرة بشكل مبسط. إذا بنرجع 300 سنة إلى الخلف، عام 1720 مثل ما بيقولوا، يلي ما له قديم ما له جديد، 300 سنة كان في مرض منتشر بالعالم وروح حوالي 300 مليون شخص، مرض الجدري. كان مو الجدري المي اللي هلا احنا بنشوفه عند الاطفال، مرض ثاني، هو مرض الجدري الكبير كانوا يسموه. بهديك الفتره هذا المرض ما كان له لقاح، فكانوا هذا المرض كان يعمل حويصلات على الجلد، حويصلات تتعبى بسوائل، وكان في عدد وفيات كثير كبيره. الجدري الكبير اسمه، غير جدري المي اللي هلا احنا عم نحكي عنه. هذا المرض طبعا تم القضاء عليه بشكل كامل عام 1980، بس بهذيك الفتره قال هي الحويصلات اللي عم تطلع على الجلد اللي فيها الفيروس احنا بنحكها، فبيطلع ماده سائله بناخذها على جلد شخص سليم وبنحك هالماده فيها، فمنعرض الشخص لكميه من الفيروسات. شافوا انه هدول الاشخاص اللي اتبعوا معهم هالطريقه هي سموها فايريليشن، يعني انه مثل اني انا معرض الشخص لفيروس الجدري بشكل خفيف جدا، قال هي الشغله ممكن تعمل مناعه عند هدول الاشخاص، وشافوا انه صار عندهم اصابات خفيفه وما والمصابين بتعلم الحبه بتترك عندهم على بتعلم، اكيد بتعلم، فهن صاروا ياخذوا هي الماده ويحقنوها او مو يحقنوها، يخرشوا الجلد عند شخص سليم لحتى تعمل عندهم مناعه. هلا شو الشبه بين هذا الشيء وبين هلا الشيء اللي عم نحكي عنه او الطريقه الكمامه؟ الكمامه قال هي لها هدفين وقت نحن بنحطها، اذا طبعا نحن عم نحكي مو على استخدام شخصي، نحن عم نحكي على استخدام مجتمعي، يعني كل افراد المجتمع بشكل عام يلتزموا بالكمامه. قال الهدف الاول منها انه انا ما القط العدوى، والهدف الثاني انه ما اعدي الاخرين، يعني في لها هدفين، انا ما اعدي الاخرين بقطيراتي وانه انا ما اخذ القطيرات. بس هي الكمامات بانواعها بالسوق ممكن نشوف انه في شيء جراحي، في شيء قماشي، كلها تخين، وضمن المجتمع هي جيده. هل ممكن هاي الكمامات تعمل لي وقاية 100%؟ أكيد لا. قال ممكن يمرق بعض الفيروسات عن طريقها، بس الشيء اللي حسب نوع الكمامة دكتور، حسب نوع الكمامة ممكن كمامة تكون وقايتها 80%، ممكن وقاية تكون كمان وقايتها 50%، بس المبدأ اللي هلا حيشبه هذا الشيء اللي حكينا عنه تبع اللي له علاقة بالجدري، قال إنه أنا حتى إذا صار عندي، أنا لابس كمامة ضمن المجتمع، حتى لو صار عندي إصابة، وهي الشغلة يعني النقطة هي محور الدراسة، إنه حتيجي الإصابة أخف من الإصابة اللي حتجي عندي إذا أنا ماني لابس كمامة. يعني حتى إذا أجتني الإصابة أنا لابس كمامة، حيدخل على جسمي كمية من الفيروسات، الجسم حيقدر يقاومها. دائما في شغلة نحن بعلم الفيروسات وبالطب، كمية العامل الممرض بسموه الفيرال لود، قد أنا باخد مليون مليونين كمية فيروسات، كل ما كان هذا الكمية أكبر فبيكون مناعة الجسم ما أنا قدراني تتغلب عليه. وبتكون أنا بيدخل على جسم كمية صغيرة عن طريق الكمامة، الكمامة حتى لو دخلت كمية من الفيروسات فهي ما حتقدر تعمل هذا الإنتان الشديد. فشافوا أنه بالمجتمعات اللي طبقت الكمامة شافوا أنه نسب الإصابة اللاعرضية عندهم كتير كبيرة. فمثلا حاطين دراسة أنه ضمن أحد السفن بالأرجنتين، أنه وقت كان ما عم يلبسوا كمامة كان نسبة الإصابات اللاعرضية، يعني عندهم الفيروس بس ما عم ينقلوا لغيرهم، بينقلوا لغيرهم بس لاعرضيين، كان نسبته 40%. وقت لبسوا الكمامة ارتفعت نسبة المرضى اللاعرضيين إلى 80%، يعني أنا حسن تحول الإصابات عندي، يصير في إصابات ممكن قد تكون بس ما عم تصل للنمط الشديد. حكوا كمان عن شركة أخرى كمان ارتفعت نسبة الإصابات اللاعرضية فيها بعد لبس الكمامة ضمن هالشركة إلى 95%. فأنا الهدف هو من أساسي من لبس الكمامة، طبعا هي الهدف الأساسي إنه ما يصير مرض، ما يصير عدوى، بس حتى الفكرة إنه إذا صار عدوى عندي بارتداء الكمامة
فهي حتجي أضعف. طبعا هاي الشيء هو ضمن سياق الدراسة لا تزال، إلا أنه تبدو الفكرة مقنعة، لأنه حتى الدول اللي شافوها في بعض الدول الأوروبية استخدموا كمامات في بداية الهجمة الكورونا، وكان نسب الإصابات عندهم قليلة، أقل من غيرهم، رغم أنه نحن أحيانا بنقول أنه هي الكمامة منيحة أو هي قماشية ما لها منيحة. هلا نحن من وجهه النظر الطبيه ضمن المجتمع، خلينا نقول ما عم نحكي على اطباء وممرضين بيشتغلوا ضمن المشافي، اي كمامه ممكن نحطها، طبعا كمامه قماشيه اللي عم تنباع بالسوق اللي هي بتكون طبعا طبقتين من القماش، هي كمامه جيده وقدرانه تعمل لي حمايه. للاطفال تنصح يحطوا كمامات بالمدارس؟ هلا هنا في عنا توصيات متبعه بمنظمه الصحه العالميه، قال نحن الاطفال قسموهم لثلاث فئات عمريه، قال الاطفال اللي هن تحت الست سنوات ما بننصح انه يرتدوا الكمامه، تمام، بين الستة وال11 سنه اذا علمناهم عليها بشكل جيد، لانه كمان احنا الكمامه اذا الشخص ما عرف يتعامل معها ممكن تكون هي نفسها مصدر للعدوى عن طريق ايديه نفسه اذا ما عرف يمسكها بشكل، فاذا انا احسن تدرب الاطفال بين عمر 6 و11 بنصح انه يرتدوها ضمن حتى المدرسه او ضمن اي شيء. فوق ال11 سنه منصوح عند الفئة العمرية انه مثل الكبار انه يلبسوا الكمامة ضمن المجتمع. اذا هي هدف الدراسة هي انه، او يعني حتى عدة دراسات، انه التزام الكمامة لا يزال هي الفرصة لدينا، من بين طبعا ما يكتشف اللقاح. اذا رجعنا للجدري بعد حوالي 70 سنة من ما طبقوا هي الطريقة اكتشفوا لقاح لهذا الشيء وتم القضاء على شيء، فهي ليست بديل خلينا نقول هي الفكرة عن اللقاح، الا انه من بين ما يتم اكتشاف اللقاح. الفكرة الثانية اللي طرقتيها حضرتك اللي هي فكرة العلاج بالبلازما، هي من الافكار كمان الجديدة بالعلاج، هو حقا او اخذ مادة البلازما من دم الشخص المتعافي. صحيح، وحقنا بشخص مريض ولا بشخص هو شخص سليم؟ مريض. هلا عاده سليم ولا مريض؟ لا مريض طبعا. اوكي، هلا الاشخاص اللي بيصابوا بفيروس كورونا بمرحلة بعد ما يتعافى، خلينا نقول بعد 3 لـ4 اسابيع، مثل اي مرض انتاني بيتكون الجسم اضداد، هي الاضداد بنسميها الاي جي جي. هلا في تحاليل بالدم بتكشف لنا اياها، صارت انه نحن في عيار اضداد اسمه الاي جي جي عند هذا الشخص عالي، اذا هذا الشخص صار عنده مناعة، وهي الشارع عم يتابعوا فيها المناعة. هدول الأشخاص ممكن يتبرعوا بالدم اللي هنا يتعافوا من هذا المرض، لأنه عندهم صار الأضداد الممنعة. طبعا الدم هو مكون من شغلتين، البلازما اللي هي مثل المصل والكريات الحمر، فبيتاخذ هذا الدم اللي يتبرع فيه إلى بنك الدم ضمن أجهزة خاصة، بيتم فصل الكريات الحمر عنهم، بيتاخذ الكريات الحمر على جنب يستخدموا، والبلازما بيتم، طبعا هي البلازما اللي اتاخذت هي غنيه بالاي جي جي تبع هذا الفيروس المضاد له. هلا هي الاجسام المضاده اذا تم حقنا لاشخاص، هلا هن داخلين على مستشفى، يعني في عندي شخص انا عنده كوفيد هلا ضمن المستشفى بحاله شديده، بس طبعا ما نواصل لمرحله المنفسه او التهويه الاليه، مو بمرحله كثير سيئه، بمرحله خلينا نسميها شديده، يعني داخل على المستشفى عم يحط اكسجين. قال ممكن بهالمرحلة أنا إذا نقلت له وحدتين من هي البلازما تدخل هي الأضداد لجسمه وتحاول أنها تقتل هذا الفيروس. طب دكتور، لأنه عم يداهمنا الوقت، بس سؤال، كثير من الأشخاص اللي انصابوا بفيروس كورونا، مو كثير، عم نشوف حالات هن عم يتعافوا من الأعراض ولكن بيعملوا البي سي آر لسه عندهم كورونا، عم تطلع المسحة إيجابية، في ناس صلون شهر تطلع المسحة إيجابية. هدول الأشخاص هن تعافوا وخلصوا المرحلة، ما عاد عندهم أعراض ولكن المسحة عم تطلع إيجابية، فيهم يعطوا البلازما من دمهم أو لا؟ يعطوا البلازما أكيد، يعطوا طبعا، هل متعافين ولكن حتماً المسحة إيجابية عم تكون حتما. هلا بينعملون تحليل الأضداد الأي جي جي، إذا طلعت أضداد الأي جي جي عندهم عالية فوق حد معين، يعني كافي الأضداد بغض النظر عن مسحة البي سي آر تبعهم، الاي جي جي عالي، اذا هن بامكانهم يتبرعوا بالدم، لانه مسحه البي سي ار مثل ما تفضلتي احيانا عم تتم بفتره طويله ايجابيه، بس لا تعني انه هن مصابين وما بيحسنوا يتبرعوا، هن عباره عن عم يعتبروا هلا انه بعد حوالي 3 ايام من زوال الاعراض، يعني بعد 15 يوم تقريبا من بدء الاصابه، انه الشخص صار غير قابل للعدوى، الحالات الشديده ل 20 يوم، يعني لذلك حتى لو له 30 او 40 يوم حتى لو مسحته ايجابيه، اذا الاضداد عنده الاي جي جي ايجابيه بامكانه يتبرع. هلا في طبعا هذا الشيء هو ضمن في اخذ ورد على هذا الشيء، يعني في دراسات هلا عم تأيد استخدام العلاج بالبلازما، وفي دراسات لا، مثل كثير من الشغلات اللي عم نشوفها بفيروس كورونا، الا انه هي من ضمن العلاجات المقترحه، لانه مع الاسف نحن الادوات بعلاج هذا الفيروس مثل ما عم تشوفوا ما عندنا ادوات كثير بين ايدينا، فهي قد تكون احد الادوات، وعم يكون احيانا قدامنا مريض ضمن المستشفى تعبان، ممكن عم نتبع هذا الشيء، وطبقناه بصراحه على يعني هذا الاجراء
رغم انه ما انه كثير شائع، بس طبقناه على عده حالات بمشافينا. هلا بدول ثانيه عم تطبقه، صارت حتى ضمن بروتوكولات، وبامريكا من حوالي 20 يوم عملوا حتى تصريح منظمه الغذاء والدواء انه نحن ممكن نستخدم هذا، حطوه ضمن الخيارات المتاحه بعلاج الكوفيد، واللي ممكن ينسحب باي وقت اذا شافوا دراسات مضاده له، هو خيار فينا طبعا نحكي فيه. اكيد دكتور، بنتمنى الصحه والسلامه للجميع والشفاء لكل المرضى. شكرا على معلوماتك القيمه، ونشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا كثير. شكرا لكوادركم يلي عم تسهر ليل نهار لحتى تحمي الناس وتبعد فيروس كورونا عن الناس، ولكن الناس بدنا نخليهم كمان يتساعدوا معنا بلبس الكمامه والتعقيم ومسافه. شكرا كثير، ونوجه تحيه لكل كوادرنا الطبيه، والسلامه والصحه للجميع ان شاء الله بكل العالم. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك.